الخير والسعادة على حضراتكم. الأطفال المصرية والاهتمام بالأطفال المصرية، الحقيقة أنه الطفل المصري بقينا بنشوف مبادرات بتتحدث عن نفسها الحقيقة، واهتمام كبير بالأطفال، وبنتكلم من أول حديث الولادة لحد عمر 16 سنة، ومبادرات صحية ومبادرات تعليمية تقول لك أنه القيادة السياسية الطفل على أول أولوياتها، صحته، تعليمه، إزاي نتابع الأطفال دي، لأن هم ببساطة المستقبل اللي إحنا بنرتكز عليه علشان نتكلم عن أي تنمية. النهاردة وزارة الصحة كشفت عن مجموعة من الخدمات الصحية اللي بتقدم للأطفال حديثي الولادة تحت مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة طبعا بالمجان. الخدمات دي هي مجموعة من الخدمات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتقديم الدعم للأسر اللي يعني يكتشف إصابة ولادها بهذه الأمراض، إزاي يتعاملوا، إزاي يأكلوا، إزاي يكون في متابعة مستمرة لحالة المولود ده من أول ما يتولد ويتم تأهيله بعد كده، تقديم الدعم النفسي للأسرة دي لأنه بالتأكيد بيكونوا محتاجين هذا الدعم، متابعة كمان الطفل المريض ده وإنه ما يحصلش مضاعفات، لأنه بتبقى المشكلة كمان في حدوث مضاعفات للحالة. إزاي ندرب الأسر دي على أنهم يتعاملوا مع هذا الطفل المصاب وما يبقاش الموضوع شيء صعب وأزمة على هذه الأسرة؟ إزاي يعني نفهم ونعرف أكتر عن هذه المبادرات؟ دلوقتي معنا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. والحقيقة أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالطفل في الصحة وفي التعليم وغيره حصن أمل للأطفال المصريين، فإحنا النهاردة بنتكلم عن خدمات جديدة مقدمة للكشف عن الأمراض الوراثية في الأطفال. مساء الخير وحضرتك، شكرا جزيلا. والحقيقة المبادرات الخاصة بالصحة بصفة عامة كلنا طبعا لمسينها وشايفينها على مستوى مختلف الأعمار، وهدفها الأساسي هو الوصول بالإنسان المصري إلى يعني أجود أنواع الصحة التي تنعكس تماما بدون شك على التعليم والأداء والإنتاج وفي كل المجالات. النقطة اللي حضرتك بتشيريها موضوع الأطفال، والحقيقة مجموعة الخدمات أو المبادرات أو الذي يعمل الآن لقطاع الطفولة بكل أمانة غير مسبوقة، وهو في كذا شق فيهم. الشق الأولاني التطعيمات أو اللقاحات، كلنا عارفين طبعا في مجموعة أساسية إجبارية من اللقاحات بتقدم للأطفال حتى نقيهم من مشاكل صحية قد تكون لها تأثير سلبي كبير جدا. والحقيقة المشاكل الأطفال أو أمراضهم مش بس بتنعكس على الأطفال، بتنعكس على الأسرة كلها ثم على البلد. طبعا حضرتك عارفها في تطعيمات كثيرة، لكن هقول لحضرتك ثلاث حاجات مهمين جدا. التطعيمات أو اللقاحات مثلا ضد شلل الأطفال، وهو مرض خطير جدا وكان يؤدي إلى مشاكل عصبية ونفسية وعدم قدرة وشلل وساعات وفاة لمجموعات كبيرة جدا من الأطفال. الحمد لله مصر حاليا خالية من شلل الأطفال، ورغم ذلك نظرا لوجود المرض في بعض البلاد الأخرى المجاورة بيتم تطعيمات دورية وتطعيمات محدودة، وكل الناس طبعا يعني تفهمت هذا الموقف، وأصبح كل فئات العمرية من يوم إلى 5 سنوات بتحصل على هذه اللقاحات. وكل شوية يا دكتور بنشوف حملات خاصة بشلل الأطفال، فهو مسألة الحفاظ على يعني النتائج اللي احنا وصلنا لها في مسألة القضاء على شلل يعني الأطفال. كنا نوصل إلى لا شلل الأطفال أو مصر خالية من شلل الأطفال، ده إنجاز كبير جدا. صحيح. الاستمرارية والمتابعة والترقب في منتهى الأهمية، وده موجود. السنة دي سنة 22، السنة اللي فاتت حضرتك منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من الحصبة والحصبة الألماني. ودول حاجتين تانيين ناتجوا عن اللقاحات أو التطعيمات. السنة دي دخل مجموعة اللقاحات اللي بتعطى للأطفال المصريين لقاحات ضد الالتهابات الرئوية، نوع أكثر أنواع الالتهابات الرئوية اللي له تطعيمات أو لقاحات انتشارا، وهكذا. يعني الشق ده شق مهم جدا.
الشق الثاني اللي حضرتك اثرت فيه او اللي موجود هو القضاء على الامراض الجينيه او الامراض الوراثيه. هي ساعات الامراض دي بتكون قليله جدا لكن بتؤدي الى مشاكل لمجموعه او حزمه من الاطفال. الكشف المبكر بيعني العلاج المبكر والتدخل اللي قد ينهي المرض او يشفيه او يقلل من مخاطره. مش كده وبس، لحضرتك في مبادره سيادة الرئيس عن الكشف عن السمع والخلل في السمع، وفي مبادره لتركيب اجهزه للكشف عن هذا المبكر عن السمع الخلل في السمع منتشره في جميع انحاء الجمهوريه. والاطفال اللي بيطلع عندهم خلل في السمع اللي محتاج عمليه بنعمل له عمليه، اللي محتاج زرع في حاجه في الودن اللي هي زي السماعه بالظبط بتزرع، وايضا اللي بيحتاج سماعات عشان تساعد على السمع الطبيعي بتوفر له هذه السمع. في مبادره للكشف عن الخلل في رؤيه في العين. طبعا في اطفال بيتولدوا يمكن الاسره ما بتكونش واخده بالها كويس، لان الطفل في المراحل الاولى يمكن ما بيكونش فيه تركيز على اتجاه النظر الى اخره، فالكشف المبكر ايضا عن اي خلل في العين او في الرؤيه بيتم اصلاحه. حضرتك دي مبادرات كثيره جدا طبعا في المراحل الاولى من العمر بيتم اخذ عينات في يمكن في اليوم الاول او الثاني لما بيروح يتولد الطفل، بتتاخد عينه من كعب رجله عشان نشوف في نقص في هرمون الغده الدرقيه ولا لا. وطبعا اكتشافه مبكرا واعطاء هرمون الغده الدرقيه بيقلل من التقزم وبيقلل من مشاكل الغده الدرقيه. الكشف على الانيميا. في مبادرات في مرحله الطفوله للكشف عن اي امراض طفيليه اللي هي زي اللي احنا كنا عارفينها زمان. طبعا الحمد لله البلهارسي قلت جدا في مصر بفضل المبادره الخاصه بعلاج الالتهاب الكبدي سي، في تطعيمات للالتهاب الكبدي بي، كل ده بيقلل هذه الامراض. سيادتك لو شفتي حجم المشاكل الصحيه والتداعيات والمضاعفات التي كانت تحدث من هذه الامراض عدد ضخم جدا. فالحقيقه الجزء الوقائي والاكتشاف المبكر والعلاج المبكر وتوفير الوسائل العلاجيه او المساعده في منتهى الاهميه. طيب دكتور، عايز اسالك هل في اجراء جديد يعني هيعملوه الناس اللي لسه حديث الولاده اهاليهم هيعملوه للكشف عن الامراض الوراثيه، ولا الموضوع ماشي ازاي؟ حضرتك كنت بتتكلم انه ماشي في المتابعه الدوليه اللي تتم في مراكز الصحه الامومه والطفوله ووحدات طب الاسره اللي هي بيتم فيها تطوير كبير جدا. يعني في مبادره من سياده الرئيس مدعومه لتطوير كل وحدات طب الاسره الاوليه اللي هي اساس او المكون الاول للتامين الصحي الشامل، ودي موجوده وبيتم التطوير تدريجيا حتى نصل الى تطوير كل وحدات طب الاسره. ومساله الدعم النفسي يا دكتور على الكشف عن كل هذه الامراض لمساعده الاسر لدعم صحه الطفوله والاطفال. قصه الدعم النفسي دي قصه مهمه جدا يا دكتور، لانه احيانا كتير اسر بيبقى الموضوع عندها نفسي مش عارفه تتعامل مع حاله الطفل اللي عندها، فمساله الدعم النفسي دي مساله غايه في الاهميه انها تكون متوفره من خلال هذه المبادره الرئاسيه. طبعا يا فندم. شوفي سيادتك، هي المكون الصحي بكل درجاته متكامل. يعني هي كله متكامل وكله بيؤدي في النهايه الى ضمان طفل صحيح عافي واعي متعلم الى اخره. صحيح، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التاسعه. دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه
يوم بعد يوم، مش بس حتى شهر ولا سنة، إيرادات قناة السويس بتتغير، وبمشروع قناة السويس الجديدة المجرى الملاحي الموازي يتحدث عن نجاحه ويحقق ثماره ونجني ثماره، أحد أهم الدعائم الاقتصادية للدولة المصرية بتعتمد عليها في جمهوريتها الجديدة في بناء اقتصاد قوي. إيرادات قناة السويس المصرية حققت أعلى معدل شهري في تاريخها خلال شهر يناير اللي فات، حققت 802 مليون دولار، في زيادة قدرها 47% لو احنا هنقارن شهر يناير السنة اللي فاتت. الحقيقة مش بس كده، قناة السويس مع بداية سنة 2023 حققت أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة على مستوى الإيرادات، منها مثلا عدد السفن العابرة للقناة من الاتجاهين خلال شهر يناير، واللي وصلت ل 2155 سفينة من الاتجاهين. كمان إجمالي الحمولات الصافية كان 123.5 مليون طن. نتكلم مع حضراتكم يعني عن تفاصيل هذا الإنجاز الضخم. معانا دلوقتي على التليفون سعادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. مساء الخير على حضرتك، وطبعا يعني بنبارك لك وبنبارك لمصر كلها على هذا الإنجاز المتكرر. الحقيقة احنا بقينا كل يوم بنتحدث عن تحقيق إيرادات قياسية لقناة السويس. عايزة حضرتك تفهم الناس ازاي ده بيتم والأسباب ورا ده. اهلا وسهلا بكم، والحمد لله ان احنا نكون عند حسن ظن المصريين. المصريين كلهم بالنسبة لهم قناة السويس دي حاجة يعني هيئة كبيرة، وانها هم بيملكوها، ودي حاجة بتسعدنا يعني ان هم دايما بيسألوا عليها ودايما خايفين عليها، فدي حاجة يعني جيدة. واحنا الحمد لله لغاية دلوقتي ربنا يساعدنا دايما ان احنا نكون عند حسن الظن ودايما نحقق نتائج أكتر، وكل شهر عن شهر زي ما حضرتك بتقولي كل يوم عن يوم الحمد لله النتائج أفضل. كنا المتوسط اليومي بعدد السفن مثلا كان قبل قناة السويس الجديدة كنا بنتكلم في 42 سفينة 45 سفينة، دلوقتي احنا كنا بنتكلم اخر حاجة كانت 68 سفينة، النهاردة احنا بنقول لا ده المتوسط اليومي دلوقتي 70 سفينة. دي ارقام للمتوسط اليومي، لكن مش معنى كده ان ده اكبر رقم، لا احنا كان معدي عندنا 94 سفينة و96 سفينة في شهر نوفمبر اللي فات، ويعني ارقام بتتوالى توصل لغاية 100 سفينة دلوقتي الحمد لله في ايام متفاوتة يعني. برضه احنا اكبر الحمولات يعني اكبر سفينة حاويات في العالم كانت عبرت قناة السويس برضه في شهر نوفمبر 240 ألف طن، كان عليها 24 ألف حاوية، طول 400 متر بغطس تحت 17 متر. أرقام الحمد لله يعني بتحقق زي ما حضرتك قلت دلوقتي، الأرقام اللي إحنا عملناها بالنسبة للعائد اللي هو 852 مليون دولار 802 مليون دولار خلال شهر يناير، يعني مقارنة بالشهر يناير السنة اللي فاتت اللي كان 545 مليون، بننفذ حوالي 47% عائد. كل دي ارقام فعلا يعني الحمد لله دي بتعكس اولا نمره واحد قناه السويس الجديده. قناه السويس الجديده كل يوم بتثبت ان لا هي لولا قناه السويس الجديده احنا ما كناش طبعا لا عدد السفن ده كان هينفع يمر ولا الحمولات دي ولا كنا حققنا الايراد ده. فالحمد لله يمكن قرار سياده الرئيس في 2014 نحفر قناه السويس الجديده في سنه واحده بس كمان بدل ثلاث سنوات، بدانا نحقق على طول الايرادات من اول يوم، ده كان رؤيه جيده جدا وفعلا اثمرت نجاحها، والفلوس بتاعت المصريين رجعت لهم والعائد بتاعها زاد. يعني احنا الحمد لله سددنا الفلوس دي كلها من العائد اللي جه زياده نتيجه قناه السويس الجديده، واحنا كل يوم في التطور والحمد لله رب العالمين بنحقق نجاحات وسياسات تسويقيه جيده بتنفذ بتحقق هذا النجاح. يعني سيادة الفريق، أعمال التطوير اللي بتحصل في المجرى الملاحي الأهم بالنسبة لنا في العالم بالتأكيد ده بيساعدنا في مسألة أعداد السفن اللي بتعدي أو حتى الحمولات اللي يعني بتعدي، وإنه ده ما كانش بيحصل قبل كده. كلام حضرتك مظبوط طبعا، يمكن من بدأ يعني طبعا هي قناة السويس في تطوير من 56 من ساعة ما أممها السيد الرئيس كمال عبد الناصر الله يرحمه، والسيادة رجعت للمصريين، وبعد كده جه أنور السادات افتتحها في 75 حصل ليها تطوير، وبعد كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي مهتم جدا مش بس بقى قناة السويس الجديدة وخلاص الموضوع خلص على كده لا سيادته معانا يوم بيوم وبيصدع على كل مطالب هيئة قناة السويس سواء في التطوير او ان احنا نجيب وحدات جديدة ككركات وقطارات. احنا دلوقتي فعلا بنعمل عملية تطوير في ال 40 كيلو اللي في الجنوب من كيلو 122 لكيلو 162، بنزود الاعماق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من قدم كاتب 24 متر 27 متر، بعد كده هنكمل بعد المشروع ده بيخلص بقيه القناه للرقم ده، الرقم ده هيوصلنا ان في سفن لسه ما اتبنتش الغطس بتاعها يوصل للعمق ده. لكن هو احنا التطوير اللي بنعمل ان احنا بنعمل طبعا توسيع على جهه الشرق 40 متر في 30 كيلو، وبنعمل تعميق من 66 قدم ل 72 قدم، و10 كيلو التانيين في بحيرات المره الصغرى بنعمل دبلنج فيها، يعني تبقى قناه السويس جديده اخرى تضاف ل 10 كيلو تضاف ل 72 كيلو بتوع قناه السويس تبقى 82.
كل ده يساعدنا ان احنا نستقبل 6 سفن زياده جوه المجرى الملاحي، ويحسن الملاحه في الجزء الجنوبي ده بنسبه حوالي 28%. طبعا العملاء بيبصوا على اللاحق اللي بيتعمل دون، وبيشوفوا ان احنا لا نقل جهدا ان احنا دايما نعمل تطوير في في ثقه في قناه السويس دايما على طول شغاله انها تعمل الكلام ده. فالحمد لله احنا يوم عن يوم بنطور، وسياده الرئيس متابع كويس جدا، متابع كمان تطوير الاسطول. احنا كنا عرضنا الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا تطوير مجرى ملاحي وتطوير الاسطول، مجرى ملاحي شغالين فيه، تطوير الاسطول جبنا كراكتين جداد، طبعا اكبر كراكتين في الشرق الاوسط، بنجيب 6 قطارات من الصين، 3 منهم 2 وصلوا وواحده هتوصل الشهر الجاي، ونصنع 3 عندنا في ترسانة بورسعيد بالتعاون مع الصين، لان التكنولوجيا الناس تستفيد وتتعلم. نعمل 4 قطارات اخرى برضه مع شركه ترسانة جنوب البحر الاحمر، وبنجيب كراكتين من ترسانة اسكندريه عملاق عشان الانقاذ 180 200 طن، وحاجات كتير جدا. سياده الرئيس بيصدق وبيقول لا لازم هيئه عالميه وهيئه كبيره لازم تمتلك القدره ويكون عندها افضل حاجه ويكون احسن حاجه. فاحنا شغالين في هذا الموضوع ومش هنبطل تطوير، وقناه السويس ما بتسمحش ان هي يقف فيها التطوير ابدا، يعني على طول بيبقى مستمر. واحنا نوعدكم بكده ان شاء الله ان احنا عشان نحقق ايرادات اكتر باذن الله. صحيح سعادة الفريق، وده يمكن اللي بيأكد مسألة ارتفاع الإيرادات شهر بعد شهر، إنه الموضوع ماشي وفق خطة واستراتيجية واضحة لتطوير قناة السويس وجذب المزيد من السفن اللي بتعبر قناة السويس. الحمد لله، يعني أقول لحضرتك السنة اللي فاتت الميلادية لغاية ديسمبر محققين 23,855 سفينة عبروا قناة السويس. الرقم ده طبعا رقم جبار، ما كانش كنا بنتكلم كده في 17,000 18,000، لما نوصل ل 23,800 بنتكلم على ايراد 8 مليار دولار، كنا بنتكلم قبل كده في 5.8 و6.2 الكلام ده. ننتظر ان شاء الله باذن الله ان احنا في شهر يونيو اللي جايه مع السنه الماليه يعني نحقق 8 مليار و6 من 10، يعني 600 مليون دولار كمان زياده. كل دي حاجات يعني طبعا بتدل ان لا في ثقه في قناه السويس، وخاصه بعد ايفر جيفن طبعا، يعني ان في ثقه في قدرات قناه السويس، في قدرات عندهم، الناس دي شغاله كويس، باصه على الموضوع وعارفه هي بتعمل ايه. فده بيخلي الخطوط الملاحيه الحقيقه تختار الطريق الاول اللي ملوش بديل، هو قناة السويس، أقصر طريق وأمن طريق موجود في الملاحة العالمية. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا واللي بتستضيفها السنغال. ورئيس الوزراء كمان الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة داكار، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته أنه مصر بتستعد لاستقطاب الخبرات المختلفة وتنفيذ مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار في أفريقيا، بالرغم من الصعوبات طبعا اللي بتواجهها من أجل توفير وخلق فرص عمل بتتجاوز 5 ملايين فرصة تتمثل في مشروعات ضخمة بالقارة السمراء. هنفهم مع حضراتكم تفصيل هذا الخبر دلوقتي. بينضم لنا على التليفون دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. يا دكتور مساء الخير على حضرتك، ومسألة تحقيق التكامل الأفريقي ما بين الدول الأفريقية، ويعني دور ده في دعم التنمية في القارة الأفريقية. مساء الخير في بداية حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد مصر بتطبق معادلة هامة للغاية، وهي أنه ما تستفيد وما تتعلمه مصر داخليا تسعى أن تنفذه خارجيا، وخاصة في محيطها الأفريقي. مصر هي على مدار تاريخها بتساند القارة الأفريقية في كافة قضاياها. مصر لعبت دور هام للغاية في تحرر العديد من الدول الأفريقية، فندت على مستوى الاستراتيجي والأمني والعسكري، وفي الوقت الحالي بتساعد القارة الأفريقية على مستوى الاقتصادي. بالتاكيد افريقيا تحتاج الكثير، ويمكن الحقيقه الاهتمام الكبير اللي حظيت به افريقيا خلال عام 2019 حينما ترأس الرئيس السيسي قمه الاتحاد الافريقي، هذا العام الحقيقه شهد زخم كبير للغايه في القضايا الافريقيه في كافه الاحداث والمحافل الدوليه. يمكن خلال العوامل الثمانيه الماضيه على وجه التحديد منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤوليه الحكم الحقيقه العديد من المشروعات القوميه انطلقت في الداخل لاعاده تاهيل البنيه الاساسيه، ومصر الحقيقه اكتسبت خبرات كبيره للغايه سواء كان على مستوى التنظيمي او حتى الاذرع اللي بتنفذ هذا العمل. يعني لدينا العديد من الشركات المصريه الحقيقه
عملت في عدد كبير من قطاعات النشاط الاقتصادي واللي حققت تفاضلات كبيره للغايه، سواء كان في قطاع البترول والغاز، في قطاع الكهرباء، في قطاع البنيه الانشائيه العقاريه. وحققت نجاح كمان يا دكتور هشام كبير ملحوظ في مساله البنيه التحتيه، لو احنا حتى بنتكلم عن تنزانيا وسد جوليوس نيريري يعني يمكن المثال الاكبر يعني. صحيح، وبالتالي في الوقت الحالي مصر هي بتسعى ان تعيد تاهيل العديد من الدول الافريقيه من خلال الخبرات والأزرع الاستثماريه المصريه، يعني زي ما حضرتك اشرتي لنا شركات مصريه بتعمل داخل العديد من الدول الافريقيه، بالتاكيد سد تنزانيا بالتاكيد من بين المشروعات المهمه، لكن الحقيقه ليس فقط هذا، لكن في العديد من الدول الافريقيه وفي عدد كبير من قطاعات نشاط الاقتصاد بما فيها قطاع الاتصالات الحقيقه. فاحنا الحقيقه خلينا ناكد على انه الدوله المصريه بتساند القاره الافريقيه وتسعى جاهده لاعاده تاهيل البنيه الاساسيه في معظم الدول الافريقيه، وان هنا هي بياتي الحدود الرسمي المكثف من قبل الدوله المصريه على مستوى السيد رئيس مجلس الوزراء لقمه تمويل التنميه اللي بتعقد في دكار، وبالتالي المساله مش بس كمان فيما يتعلق بتنفيذ البنيه التحتيه، لانه بالتاكيد هذا الامر يحتاج لقدر كبير من التمويلات. اتصور ان القاره الافريقيه ليس لديها هذه القدرات، وبالتالي مهم جدا انه المجتمع الدولي ومن خلال هذه القمه يخرج بنتيجه او تصل الى هذه رساله هامه للغايه انه الدول الافريقيه لديها مشروعات، مش بس لديها طموح، لديها مشروعات كبيره لاعاده تاهيل بنيتها الاساسيه علشان تلعب دور هام للغايه في على المستوى العالمي على المستوى الدولي فيما يتعلق بجذب الاستثمار، فيما يتعلق بتنفيذ عدد كبير من المشروعات. وبالتالي لما المجتمع الدولي يرى انه القاره الافريقيه لديها مشروعات طموحه واعده، والدول الافريقيه الحقيقه تسعى جاهده لزياده نسبه مساهمتها في الاقتصاد العالمي، بالتاكيد حينما يكون هناك راي واحد واستراتيجيه واحده وهدف واحد داخل القاره الافريقيه بالتاكيد تنساب قنوات التمويل. من هنا بتاتي اهميه هذه القمه ومشاركه مصر فيها، بالتاكيد كلمه السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الاطار بتعكس اهتمام الدوله المصريه بالدول الافريقيه ورغبتها وقدرتها ايضا على توفير المزيد وتنفيذ المزيد من المشروعات داخل معظم الدول الافريقيه. والمشروعات دي بالتاكيد بتنعكس بدورها على مساله فرص العمل للشباب المصري في الدول الافريقيه مع الشركات المصريه الممثله في افريقيا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح مع حضراتكم لخبر تاني، ووزارة الخارجية المصرية أكدت في بيان أنها تتابع عن طريق القنصلية العامة في ميلانو ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا في إيطاليا، وقامت القنصلية العامة المصرية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية واللي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير 2023. تواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات ولكشف نتائج والتحقيقات وملابسات الحادث، كما قام القطاع القنصلي في وزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث ويعني إنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وطبعا بنقدم تعازينا لأسرة هذا المواطن المصري، ويعني ربنا إن شاء الله يلهمهم الصبر والسلوان. ويعني ده كان بيان وزارة الخارجية المصرية فيما يخص هذا الحادث. نسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعد كده نكمل الكلام. اهلا بحضراتكم من جديد. ايه اللي بيحصل في بريطانيا ومشاكل الغذاء وطبعا يعني الاضرابات اللي حاصله في قطاعات كتير في بريطانيا؟ الحقيقه انه بريطانيا على خط المواجهه الاول شتاء ومساله ازمه الطاقه والبرد الشديد طبعا اللي هم بيعانوا منه، مع يعني ازمه يعني قوية في أوروبا خاصة بالطاقة نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، ومعاها أزمة في سلاسل التوريد. حانه بالتأكيد المواطنين الأكثر ضعفا هم أشد من يعانوا من هذا الوضع الراهن. ويمكن هناك وكالة أنباء فرنسية نشرت تقرير
بتتكلم فيه عن يعني ناس ويعني اعداد كبيره من المواطنين بدات انها تروح لمكتبات عامه علشان يقعدوا في مكان دافئ بعيد عن برد الشتاء، لانهم ما بقوش قادرين يوفروا التدفئه داخل بيوتهم. ازمه كمان غذائيه وارتفاع اسعار الغذاء اللي بيحصل. الموضوع بنتكلم انه توافد للمواطنين على المكتبات العامه زي ما حضراتكم يمكن تابعتوا وبتابعوا معانا، ويعني المكتبات دي بتقدم لهم خدمتين، التدفئه والغذاء بالمجان. نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل دلوقتي. معانا على التليفون الكاتبه الصحفيه عزه الزفتاوي، اهلا بحضرتك. ويعني الوضع مع كمان الاضرابات اللي حاصله في قطاعات كتير في بريطانيا مع ازمه الغذاء والطاقه، ماذا يحدث وكيف يعني تخطط حكومه سونيا ريتشاك ل يعني احتواء هذه الازمه؟ مساء الخير. يعني بالتاكيد خلينا نقول انه بريطانيا في وضع لا تحسد عليه خلال هذه الفتره من الشتاء، وهو ما يوصف ويطلق عليه تعبير شتاء الغضب. هذا الشتاء الذي بدأت ملامحه تبدأ مع شهر أكتوبر الماضي ومستمرة حتى الآن، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار وأيضا ارتفاع فواتير الطاقة. بالتأكيد الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على أزمة الطاقة ليس فقط في بريطانيا ولكن في القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة وفي أماكن كثيرة كان اعتمادها أساسيا على المصادر الطاقة القادمة من روسيا. هذا التأثير كان له تداعيات كبيرة في سلاسل التوريد وايضا في نقص الامدادات المتعلقه بالمواد الغذائيه الاساسيه، وادت ايضا الى ارتفاع اسعار هذه المواد الغذائيه في بريطانيا. يعني الحكومه البريطانيه في شهر اكتوبر الماضي كانت قد وضعت خطه اقتصاديه تبدا بوضع سقف تساعد في الأسر الأكثر احتياجا والأكثر ضعفا، والأسر البريطانية التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار فواتير الطاقة. هذا السقف أنه تلتزم الحكومة البريطانية بمساعدة هؤلاء الأسر أو هذه الأسر بألا تزيد الفواتير عن 2500 جنيه سنويا، ولكن الحكومة البريطانية يبدو أنها سوف تتراجع أمام هذا الدعم الذي قدمته للأسر الفقيرة وأيضا الشركات المتعثرة الموجودة في بريطانيا. نحن نعلم أنه هناك خطة الآن يعاد النظر في هذا الدعم ابتداء من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في بريطانيا في شهر أبريل من كل عام. ربما الحكومة البريطانية ترفع هذا السقف إلى 3600 جنيه استرليني، ولكي أن تتخيلي هذا الفارق الكبير ربما ينعكس أيضا على هذه الأسر وعلى زيادة معاناتها. التقرير الذي تحدثت عنه الآن، يعني نحن من المقيمين في بريطانيا وأيضا الذي يتابع الأحوال الاقتصادية والمعيشية للبريطانيين، يستطيع أن أقول لك يعني بكل تأكيد ليست المكتبات فقط هي التي توفر للبريطانيين الأكثر ضعفا وأكثر احتياجا لدفء إزاء هذا الوضع المعيشي وارتفاع أسعار فواتير الطاقة. يعني إحنا نجد المكتبات وأيضا المقاهي والكافيتريات المغلقة التي تحاول أن تقدم مكانا دافئا يلجأ إليه الكثير من البريطانيين، ليس فقط كبار السن، ربما أيضا التلاميذ، ربما أيضا الأسر التي لديها أطفال يذهبون إلى المدارس، تحاول أن تقضي هذه الفترة الصباحية استغلالا لمكان دافئ، استغلالا للطاقة المتوفرة في هذه الأماكن لعلها تخفف الحمل قليلا عن فواتير الطاقه بالنسبه لهذه الاسر. صحيح، يمكن احنا بنتكلم على انه قربنا على 100 يوم لحكومه سوناك، وفي يعني كلام من كل الناس المشتركه في الاضرابات انه عايزين زياده في المرتبات تمشي مع موجه التضخم اللي حاصله، وهناك عدم انصات من حكومه سوناك لهذه الطلبات وبالتالي مزيد من الاضرابات. يعني قمة هذه الإضرابات كانت بالأمس الأربعاء عندما
كان هناك حوالي 500,000 بريطاني من العاملين في قطاعات كثيرة، حوالي 120 قطاع من قطاعات الخدمات العامة وقطاعات القطاع العام، يعني العاملين في قطاعات التعليم، الجامعات، السكك الحديدية، حتى موظفي الخدمة المدنية أضربوا لمدة 24 ساعة فيما عرف بأربعاء الغضب. وأيضا هناك تصعيد لهذا الإضراب يوم الجمعة غدا، وأيضا استمرار لسلسلة من الإضرابات يشهدها شهر فبراير وربما أيضا تمتد إلى شهر مارس. المطالب الأساسية لهؤلاء المضربين هي المطالبة برفع الأجور وزيادة الرواتب، وأيضا الاعتراض على مقترح تشريعي تقدمت به الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك أمام البرلمان الآن. هو يبحث هذا المقترح، يحاول أن يقود كما يرى اتحاد النقابات العمالية من حق العمال في الإضراب، وأيضا يسمع للوزراء وللمسؤولين في الحكومة البريطانية للحفاظ على الحد الأدنى من مستويات الخدمة، يعني بمعنى أنه في حال تنظيم إضرابات في المستقبل لابد أن تلتزم الشركات أو النقابات التي يضرب فيها العمال بتقديم الخدمة بتوفير حد أدنى من العمال لتسيير العملية أو الخدمات المقدمة إلى الجمهور. الحقيقة أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بيتبع نهج صارم جدا فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المطالب. هو يرى انه مع وزير الماليه انه الوضوح اذا صح التعبير او الاستسلام اذا صح التعبير لهذه المطالب سوف يضغط كثيرا على الاقتصاد البريطاني المتعثر والمنهك فعلا بعد خروجه من ازمه جائحه فيروس كورونا وازمه بريكزيت وتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه. ريشي سوناك يقول انه الطريقه الامثل من وجهه نظري هو معالجه التضخم اولا، نعم. معالجه هذا التضخم سوف تؤدي الى رفع الاجور، لانه في حال رفع الاجور والردود لهذه المطالب التضخم سيزيد، وبالتالي العمال لن يستطيعوا التعامل صحيح. مع التضخم بهذه الطريقه وما توفره لهم الرواتب بعد ذلك. صحيح، اذا كانت هذه الصوره من بريطانيا. شكرا جزيلا الكاتبه عزه زفتاوي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. طبعا امبارح كان هناك فرحه مصريه كبيره بفوز الاهلي المصري في مستهل مشواره بكاس العالم للانديه، والحقيقه انه الفرحه كانت كبيره مش بس في مصر، كمان في المغرب. الجمهور المغربي الحقيقه كان جمهور فارق وكان جمهور قوي جدا جدا جدا، وكنا حاسين ان الاهلي بيلعب في مصر مش في المغرب. ويعني يمكن كمان في كاس العالم تابعنا قد ايه العرب كلهم طبعا كانوا بيشجعوا المغرب في كاس العالم، والمصريين وهم نفسهم وصل لهم ده المغاربه في كل مكان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات والتويتات اللي شافوها للمصريين. ويعني الحماس اللي كانوا بيشجعوا بيه الفريق المغربي في كاس العالم كان كبير جدا جدا. الحاله الايجابيه دي كانت واضحه امبارح بفوز الاهلي على اوكلاند سيتي بنتيجه 3-0 مع كل جون كان بيدخل. الحقيقه كنا بنشوف تشجيع كبير جدا من الجمهور المغربي للأهلي المصري، والحقيقة أنه ده كان باين من وصول الأهلي للمغرب من أول الوصول، وفي حالة من الاستقبال المبهر للفريق في المطار والتواجد معاهم بعد كده، الزيارات اللي تمت ما بين اتحاد الكرة في المغرب وبين كابتن الخطيب، الحقيقة كانت كلها يعني حالة كده غاية في الإيجابية تسعد كل من يحب الكرة العربية. الحقيقة انه كمان بعد الماتش امبارح الاهلي طبعا يعني استهدف التدريبات سريعا كده لانه ما فيش راحه، لانه خلاص لازم يستعدوا للمواجهه اللي جايه امام سياتل الامريكي. يعني ان شاء الله كل التوفيق للاهلي المصري في المباراه القادمه. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن الاجواء امبارح في الماتش والاجواء تحديدا من المغرب. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي المغربي يونس الخراشي. مساء الخير عليك، ويعني شكرا ليك ولكل الجماهير المغربيه على حاله الحب الكبيره للاهلي المصري. ويعني عايزك تنقلي بقى الصحافه المغربيه كيف تتحدث عن اداء الاهلي المصري امس امام اوكلاند سيتي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافه، وتحيه محبه كبيره من كل الشعب المغربي الى الاشقاء في مصر الحبيبه. في واقع الامر هذه المباراه كانت فرصه انتظرها كل المغاربه لكي يردوا شيئا يسيرا جدا
من الجميل الكبير الذي أفعمهم به الأشقاء المصريون طيلة مباريات كأس العالم قطر. والحمد لله، فأنا شخصيا وجميع الزملاء الصحفيين هنا في المغرب كنا سعداء سعادة لا توصف، لا يمكن أن تكون هناك كلمات تصف هذه السعادة بهذا القدر الجميل والعظيم من المحبة بين شعبين شقيقين يجمعهما كل شيء ولا يفرقهما أي شيء. الأهلي المصري كما تعرفون هو نادي القرن في إفريقيا، وهو عزيز علينا جميعا والحمد لله. فيوم أمس لعب بالفعل أمام جمهوره وأمام أحبائه وأمام قلوب تهتف له من العمق، وكان في الموعد وكانت المباراة رائعة جدا، ونتمنى للأهلي المزيد المزيد من النجاح إن شاء الله. طب عايزه اروح مع حضرتك لكواليس يعني تدريبات الاهلي النهارده للاستعداد لسياتل الامريكي واستعدادات كولر للمباراه القادمه. شوف الامر كل الاخبار التي وصلتنا لم اكن في التدريب، ولكن كل الاخبار التي وصلت اخبار جميله، اخبار تؤكد ان الجميع يوجد في ظروف رائعه جدا في أجواء صحية، في أجواء سليمة، وخاصة كان هذا التأثير للطاقة الإيجابية التي أمد بها جمهور المغرب النادي الأهلي أثرت بشكل كبير. ولعلكم لاحظتم أن النادي الأهلي بعث رسالة شكر جميلة جدا للاتحاد المغربي والى كل جماهير في ملعب طنجة، وعبرهم طبعا الى كل المغاربة، سواء تعلق الامر بحسن الضيافة وكرم الضيافة او بالاستقبال في الملعب. واليوم مثلا انا تلقيت بالصدفة اتصال من اخ مصري يعيش معنا هنا في المغرب، والله كلمني وأنا أستشعر أن في عينيه دموع الفرح. قال لي لا يمكنك يا أخي يونس أن تتخيل حجم المودة التي أفعمنا بها الإخوة المغاربة في الملعب. أشياء بسيطة، حكى لي عن أشياء بسيطة جدا ولكنها عميقة دلالة، تؤكد أن المصريين والمغاربة قلب واحد، وهذا شيء في واقع الأمر يسر جدا جدا. صحيح، وهذه الحالة الإيجابية يمكن وصلتنا هنا في مصر، والجميع كان يشعر أن الأهلي ما بيلعبش في طنجة، لا بيلعب في استاد القاهرة. أكيد أكيد يا أختي، هذا كلام نقوله نحن دائما، نحن لا يمكن إلا لجاحد في واقع الأمر أن ينكر فضل مصر والمصريين على كل هذه الأمة في آدابها وفنونها وتمثيلها ومسلسلاتها ودراما المصرية والسينما والفنون وغير ذلك، وأيضا في التربية والتعليم عبر أجيال من الأساتذة والمعلمين الذين علمونا نحن وعلموا في شتى أنحاء هذه الأمة. فمصر لها مكانة كبيرة جدا في قلوبنا جميعا، وبالطبع نحن هكذا ولدنا وهكذا تربينا في هذه الأرض، لا ننكر أبدا فضل أي أحد علينا، وبطبيعة الحال فمصر تاج فوق رؤوسنا جميعا. احنا بنشكر حضرتك وبنشكركم على هذا التنظيم الرائع اللي شفناه امس في افتتاحيه كاس العالم للانديه. شكرا جزيلا ناقد الرياضي المغربي يونس الخراشي، شكرا جزيلا على وجودك معانا. دلوقتي نروح مع حضراتكم ويعني المتابعه المستمره لفعاليات معرض الكتاب في دورته ال 54 وحضور كبير من قبل المواطنين من مختلف الفئات الحقيقه ومن مختلف المحافظات. كريم بيبرس موجود هناك وبينقل لنا أجواء اليوم في معرض الكتاب.
مساء الخير مشاهدينا، ومساء الخير على متابعي برنامج التاسعة والقناة الأولى. النهاردة اليوم الثامن لمعرض الكتاب في نسخته 54. الحقيقة يمكن المعرض شهد زخم كبير جدا وإقبال كبير جدا جدا من المواطنين، يعني برغم ظروف الجوية الغريبة اللي كانت موجودة امبارح في اليوم السابع، إلا أنه عدد الزائرين للمعرض وصل لأكثر من 200 ألف زائر. بشكل عام خلال السبع أيام الأولى وصل لمليون ونص زائر للمعرض لمختلف الكتب المختلفة والقاعات المختلفة. المعرض المرة دي بيضم 53 دولة، وطبعا الأردن هي ضيف الشرف، ولكن يمكن الأهم هذه المرة يمكن من اللي أنا يعني رصدته في إقبال المواطنين هي الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللي ليها جناح خاص، ولكن المرة دي قررت أن هي تدي الجناح لطابع خاص، طابع مصري أصيل، وهو المصريين القدماء. بمجرد ما تخش معرض الكتاب من قاعة 3 وتخش على الهيئة المصرية للكتاب هتلاقي القاعة الخاصة بها والجناح الخاص بها فيها عبارات موجودة من كتب من المصريين القدماء. المصريين القدماء قد إيه اهتموا بالكتابة وأهمية الكتابة، وكمان شعارات من كتب مختلفة عن أهمية الكتابة وأهمية كمان القراءة، وقد إيه الكتب ممكن تحفظ التاريخ. وهو ده كمان اللي خلانا نتكلم عن يعني فكرة الحضارة المصرية القديمة اللي موجودة هنا في الهيئة المصرية العامة للكتاب. ولكن مش ده بس اللي بيقتصر عليه الحقيقه معرض الكتاب، معرض الكتاب كمان مليان فعاليات مختلفه، فعاليات للاطفال، فعاليات للكبار، ندوات مختلفه. النهارده اليوم الثامن للندوات ليها طابع خاص بالهويه وكيفيه الحفاظ على الهويه، ده جزء، وفي جزء كمان خاص بالمراه وكمان تاريخ المراه وازاي المراه ليها تاثير بشكل عام في عدد كبير من الندوات. كمان في جزء مهم جدا النهارده وهو جزء مكافحه الارهاب وكيفيه مكافحه الارهاب، ولكن مكافحه الارهاب ده كمان ليه نوع من انواع الكفاح الثقافي، كفاح الوعي، تغيير الوعي، وكمان مهم جدا من جزء من تغيير الوعي هي القراءه، القراءه هي الاهم، لانه كل ما نقرا التاريخ اكتر كل ما نقدر نعرف مستقبلنا اكتر. الحقيقه انه على مدار اليوم كمان بيكون في توزيع جوائز لمعرض الكتاب بشكل عام للكتاب، لبعض المسابقات اللي بتبقى موجوده. النهارده كمان كان في مسابقه لتوزيع الجوائز على بعض الكتاب الفعل اللي شاركوا في معرض القاهره في دورته 54. يمكن معرض الكتاب بشكل عام هو من اكبر المعارض اللي موجوده على مستوى العالم، اللي بتضم اكتر من 1074 ناشر في هذه الدورة، وكمان دول عربية ودول أجنبية الحقيقة مشاركين، بالإضافة طبعا للعديد من القامات والرموز الأجنبية والعربية اللي شاركوا بالفعل في يعني الندوات الثقافية المختلفة. كمان يمكن مقسم للجزء الخاص بالأطفال والجزء الخاص بالكبار والجزء الخاص الديني. مجرد ما تخش معرض الكتاب هنلاقي فيه لافتات إرشادية وحاجات توجه يوجهك للمكان اللي انت عايزه. كمان المعرض ليه تخفيضات كبيره جدا، في تخفيضات بتوصل الكتب اوقات ل 5 جنيه كمان، واوقات ل 10 جنيه، وتخفيضات ل 20 و30%، ودي تبقى فرصه كويسه جدا لدور النشر المختلفه ان هم يعرضوا الحاجات اللي عندهم ب يعني اسعار مخفضه. ده كويس للمواطنين اللي حابين يقتنوا وينهلوا من المعلومات بشكل عام في كل يعني المجالات المختلفه اللي هم حابين يعرفوا عنها. ودي كانت نظره عامه عن اليوم الثالث في معرض اليوم الثامن في معرض الكتاب في دورته 54. شكرا ليك يا كريم، والحقيقه انه يعني الحدث الثقافي الاهم والابرز لكل المثقفين ولكل محبي القراءه وهديه مصر للوطن العربي وللعالم. ويمكن معرض الكتاب المصري من اكبر المعارض بعد معرض المانيا في فرانكفورت، والاقبال الكبير اللي حاصل من الناس هناك، كل الناس بيروحوا في ايام مختلفه اجازات وغير اجازات بيكلموا عن الاقبال الكبير اللي حاصل، اقبال الاسر المصريه على القسم الخاص بالاطفال، الندوات والفعاليات الموجوده هناك ومشاركه ادبائنا وفنانينا، وقد ايه هذه الندوات مبهره وجاذبه جدا جدا للجمهور. الناس مش بس رايحه تشتري كتب، الناس رايحه تحضر ندوات وفعاليات هامه جدا، فنانين ومؤثرين على السوشيال ميديا يحبوا يشوفوهم عن قرب ويحبوا يسمعوهم، ودي حاجه جديده السنه دي في معرض الكتاب وجود المؤثرين ومساله اهميه المؤثرين وازاي يعني يكونوا موجودين في الاطار الصحيح المناسب لينا انهم يكونوا موجودين داخل معرض الكتاب. ده شيء مهم جدا لانه السوشيال ميديا مهمه، لكن هي الفكره كيف نستخدم السوشيال ميديا وكيف يكون يعني أهمية دور المؤثر على السوشيال ميديا.
حقيقة كمان احنا بنتكلم مع حضراتكم عن الاصدارات النسويه في معرض الكتاب، وتقرير لحضراتكم دلوقتي هتشوفوه عن الايدي الناعمه وكيف صاغت الايدي الناعمه الابداع في اصدارات داخل معرض الكتاب لهذا العام. وبنستعرض معاكم اهم الكتب اللي كتبتها كاتبات معاصرات، ويعني قراءه في الادب النسوي ومنتج المراه الثقافي داخل معرض الكتاب لهذا العام. مشاركة في المعرض ده برواية بعنوان حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة، هي تالت عمل ليا وأول رواية. هي بتتكلم عن حادثة مشهورة قوي في اسكندرية، عن لما الأرض انشقت وبلعت بنت في شارع النبي دانيال. طبعا هي كانت رحلة بحث بقى عن قرايبها والبيت اللي كانت ساكنة فيه وتفاصيل البنت نفسها هي مين وإيه اللي حواليها. أنا بميل للأدب أكتر حاجة، الكتب الأدبية. بعتبر ان هي الكتب الادبيه وعاء يشمل كل حاجه، ممكن يضم التاريخ ويضم الجغرافيا ويضم السيره، يعني ما بين قصه وروايه يعني. والله الحقيقه مش طبعا الاصدارات كتير جدا جدا في المعرض، فلسه ما لحقتش اتابع يعني، ولكن في كاتبات الحقيقه يعني ليهم بصمه وستظل البصمه للابد. وبشكل عام الأدب النسائي بيحظى بتواجد كبير، لأنه بقت في كاتبات كتير عندها الجرأة والشجاعة أنها تعبر بشكل واضح في كسر لكل التابوهات اللي بتحصل في المجتمع ومهاجمة الست ومهاجمة مناقشة مشاكل الستات في الكتابة. في أعمال كتيرة جدا مش بيحضرني كل الأسماء، لأنه يعني تحس معرض فترة المعرض هي فترة حصاد، احنا بنروح نجمع الكتب الجديدة ونقعد بعد المعرض بقى نعمل خطة القراية. احنا بنطور الادب او الفن بان احنا ندي مساحه اكبر من الحريه، انه فكره التعامل مع الكتابه النسائيه بوصفها سيره ذاتيه هو تعامل خاطئ جدا. انا شايف الادب النسائي متنوع جدا بشكل واسع، يعني ما بقاش يعني هو طول عمره ما كانش كده، بس الصوره ما كانش مقتصر بس على الكتابه عن المشاعر او الحاجات العاطفيه او كده، بس مؤخرا الصوره النمطيه عن الادب النسائي اتغيرت وبقى في كتابات متنوعه جدا وإنسانية أكتر. أنا مش متأكدة هي السنة دي ولا سنين قبل كده، بس أنا حابة جدا رواية ريم نجمي، وحابة بحب قلم جدا نورة ناجي، بحب كتاباتها ولأن هي إنسانية أكتر منها أدب نسائي، بتكتب عن الست كصوت إنساني. كاتبات النساء بقى قلمهم قوي جدا، أو هو طول الوقت والله، يعني أنا شايفة إن ده طول الوقت، بس هما دلوقتي بقوا يعرفوا يعبروا عن نفسهم أو يدافعوا عن فكرة كتاباتهم أكتر. أنا بصراحة قارئ إلكتروني أصلا، طبيعة الحياة خلينا غصبا عننا بنقرا بالوسائل الالكترونيه اكتر، خاصه لما بقى في الكندل ما بقتش مشكله العين، القرايه متعبه للعين زي زمان. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده فقرتنا مع مخرج سينمائي لاعمال كلنا عارفينها زي عمر 2000 وزي تخلي البنات تحبك، والحقيقه انه كمان حصل على جوائز دوليه عديده واشتغل مع نجوم معروفين كتير زي النجمه منى زكي والنجمه احمد حلمي والنجم الكبير خالد النبوي والنجمه حنان مطاوع وغيرهم كتير الحقيقه. لكن الجديد انه احنا بقينا بنشوف مواهب متعدده. شفنا اصدار لروايه متميزه جديده ليه في معرض القاهره الدولي للكتاب، هي روايه روح واحده، وحفل اطلاقها والتوقيع عليها كان بالمعرض امس. نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور احمد عاطف المخرج السينمائي والناقد الفني بالاهرام. اهلا بحضرتك، مساء الخير. اهلا استاذه هدير وبكل مشاهدي القناه الاولى. مبروك الروايه الجديده. اشكرك، شاكر جدا. يعني عايز اعرف كواليس مشاركتك في معرض الكتاب وزيارتك الاول لمعرض الكتاب، وامبارح كان التوقيع على الروايه قبل ما نتكلم عن الروايه. صحيح. اولا عايز احيي التطور الكبير اللي لحق بمعرض الكتاب في السنوات الاخيره، من نقله لمركز مصر للمؤتمرات الدولية، لأنه بقى المكان فعلا يليق بالمصريين، يستوعب العدد الكبير. هيئة الكتاب طلعت بيان أنه في 1.5 مليون زائر حتى الآن، عدد دور النشر العربية والأجنبية كتير جدا. يعني الأزمة الاقتصادية ما منعتش المصريين أن هم يشتروا بعنف ملايين الكتب، وأيضا هيئة الكتاب بتطور من نفسها، بتوصل الكتب لغاية المنزل، ورغم كده الناس وبالذات الشباب وبالذات البنات
من سن 15 لحوالي 28، ودي ظاهرة عظيمة جدا. وكمان في كاتبات، ما كانش عندنا كاتبات بنات لفترة طويلة في مصر. احنا لسه كنا بنتكلم عن الإصدارات النسوية في مصر إلا قليلا دلوقتي. الرواية كمان فيها عندنا كاتبة نوبية، عندنا كاتبات نهلة مجدي، وعندنا كاتبة عاملة روايات رعب مروة جوهر. يعني في حاجات مشجعة جدا، وبتدي انطباع انه المصري علاقته بالثقافة والفنون علاقة أصيلة لا توقفها لا أزمات اقتصادية ولا ارتفاع سعر الورق. وأيضا ناشرين اللي بيخفضوا رغم كل الظروف بتاعت النشر اللي مش أحسن حاجة يعني، وبالذات بالتأكيد صناعة النشر زي أي صناعة تأثرت يعني بأزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية. صحيح، بس كمان سعر الورق ارتفع بشكل عنيف جدا. ما زالوا بيطلعوا يعني دور كتيرة اللي هي كلها بقى لها 10 سنين بس بتطلع بال60 وال70 عنوان جديد في السنة. فده شيء لازم نحييهم عليه، وإن مصر دائما بلد سباق في الثقافة والفنون. امبارح أنا كنت في اتحاد الكتاب أيضا بعد التوقيع بحضر ندوة التكريم، كانوا لسه بيعرضوا الرواية الجديدة وشكل الرواية الجديدة للناس. احكي لنا كواليس الرواية بقى، يعني ايه اللي حصل؟ والله الأول عايزة أصلا أفهم ليه كتبت رواية ورحت بعيد شوية عن الإخراج السينمائي، أو الرحلة من هنا لهنا كانت عاملة إزاي؟ هو أنا بكتب طبعا من سن مبكر جدا، بس دي الرواية الأولى. دي الرواية الأولى بس أصدرت طبعا كتب سينمائية، وأصدرت ديوان شعر كتب له المقدمة الشاعر الكبير بهاء جاهين. سنادي احنا صلاح جاهين طبعا طبعا العبقرية المتفردة، شخصية المعرض صحيح اللي هي زي ما وصف هو موهبة لا تتكرر إلا كل 1000 عام. في كل مجال دخل فيه صعب قوي توصل له، يعني في الشعر، في الشعر الغنائي، في الكاريكاتير. أيضا كتب سيناريوهات طبعا خلي بالك من زوز والمتوحشة، حاجات أيضا مثل وكان دمه خفيف. فأنا كان عندي الحظ أن حفيد صلاح جاهين مثل معايا في فيلم الغابة اللي هو إخراجي وإنتاجي وتأليف ناصر عبد الرحمن. انت ليك كان ليك كذا تجربة تمثيلية وانت صغير؟ انا كنت بمثل في الاستوديو ده كمان. كنت بمثل، لا تجارب عديدة. انا قعدت ممثل طفل محترف من سن 10 ل16 سنة في التلفزيون في الثمانينات. مثلت مع فنان محمود المليجي في الطحونة، مع في عمرو بن العاص القديم، مع يحيى شاهين في الطحونة، مع احمد شوقي في هذا، مع استاذ محمود ياسين في هذا الاستوديو في امير الشعراء، في استوديو 2 جنبنا في عصر الحب وغيرها. هي توليفه فنيه من منذ صغر يعني. هو انت ما بتختارش ان ممكن يبقى عندك اكتر من نشاط فني. لكن انا في وقت كورونا كان طبعا الظروف مخليه مثلا في اكتر من مشروع سينمائي تعطل وكده بسبب ظروف كورونا وغيرها. فكنا قاعدين في البيت، فانا عندي اهتمام بالتاريخ المصري كتير قوي، وكان وبفكره الشخصيه المصريه. هل الشخصيه المصريه دي اللي دخل عليها مستعمر وهجرات، هل تغيرت عبر العصور ولا فضلت زي ما هي؟ فالموضوع ده خدني وجات لي فكره الروايه ان انا عايز اتكلم عن شخصيه مصريه واحده بتتجسد في كذا عصر، في عصر الروماني، مصر الرومانيه، ورحله الاسكندر الاكبر في مصر، ومصر العثمانيه، ومصر القديمه الحضارة الفرعونية، وأيضا العصر الحديث في 1855. وهل وبسأل نفسي بقى تساؤلات عن هل الشخصية المصرية ثابتة ولا اتغيرت. وأيضا كان عندي روح واحدة بتتكلم عن ملامح اجتماعية للشخصية المصرية، ملامح سياسية، ملامح ملامح روحية أكتر، وملامح نقدر نقول نفسية. طبعا القصص فيها أحداث مختلفة يعني، ويعني كل قصة فيها دراما وأحداث. وأنا دخلت الرواية بشروطها يعني، في مثلا منتشر من فترة فكرة الرواية السينمائية اللي هي فيها مونتاج وفلاش باك. أنا قلت لا، أنا ككاتب ومخرج لما أدخل بشروط الرواية، يعني لازم يبقى فيها بلاغة ولغة. عشان كده الحمد لله يعني الناس اللي قرأت لهم الرواية قبل المسودة قبل النشر عشان أعرف رأيهم، وفي المسودات التانية قالوا لي كلام كويس، منهم الكاتب الكبير محمد سلماوي ورئيس اتحاد كتاب مصر والعرب سابقا وغيرهم. يعني قال لك إيه أول ما شاف الرواية؟
والله هو قال ان هو منبهر ان هو انا بكتب حاجه زي كده، وطبعا يعني دي حاجه شهاده كبيره. وقال ان الروايه بتتكلم عن حقائق غير المرئيه اللي شكلت الحكمه في تاريخ المصريين طوال العصر. يعني الحقائق غير المرئيه دي هي الحكمه، يعني اللي هي المصريين اتبنوا على قانون ماعد. قانون ماعد ده تقريبا هو اللي بقى في الاديان كلها بعد كده. واتبنوا على علاقه بالطبيعه، واتبنوا على علاقه بالفنون. يعني المصريين اول ما فتحنا كتاب التاريخ عملوا تماثيل ورسموا على الحيطان وكتبوا نصوص وبرديات. ده معناه ان عندنا علاقه اصيله بالفنون. العلاقه دي ممتده لغايه النهارده، حبنا للمسلسلات والافلام والاغاني والكتب لا ينتهي يعني. ويمكن احنا من اكتر الشعوب العربيه اللي حريصه على ده يعني. وايضا فكره المثل والقيم، ما زال لسه نقول المصريين طيبين، المصريين ولاد نكته، كل ده ممتد عبر التاريخ. وفي حاجات تانية موجوده في الروايه طبعا. وكمان في جزء بقى الروحاني. انا من 2015 الاهرام، جريده الاهرام شرفتني ان قعدت طول عمري في الاهرام بكتب عن السينما. من 2015 بقى عندي مقال في صفحه الراي، فكان عندي حريه ان انا اكتب، فكتبت في كل حاجه. بقى عندي اهتمام خاص بما يسمى الروحانيات، اللي هو له كتاب في العالم مشاهير جدا بس مش موجود في العالم العربي. والروحانيات مقصود بيها كل ما هو غير مادي في حياتنا، واتصالنا بالخالق، واتصالنا بس الجزء اللا ديني يعني، مش يعني، واتصالنا بالطبيعه والحيوانات، وان احنا بنهتم والاسئله الوجوديه الكثير اللي ممكن بتكون جوانا. بس لا بس الحيره طبعا مهمه والاسئله مهمه، بس الروحانيات بتوريك طرق انك تتصالح مع نفسك والعالم. والحقيقه احنا بنهتم بحياتنا الماديه زي شغلنا لكن بننسى انه اهم شيء عندنا هو الروح اللي باقي بعد الموت، واللي هو هو اللي كفيل يريحنا. وبالتالي ده له حاجات بت يعني غذاء يعني او فيتامينات. الفيتامينات دي قايمه على الحب المطلق مثلا، الحب الغير مشروط، لان الدنيا او الطبيعه بتدي الانسان عطاء لا محدود. يعني سواء الزرع او الميه بتديك كل حاجه بدون ما تاخد حاجه في المقابل. فطبعا الانسان ثبت علميا ان هو لما عمل الخير او الكراهيه او المرار بيخلي الناس تعيا، وعمل الخير بيخلي الناس تبقى صحتها احسن. فكل القيم دي من الحب المطلق وعلاقه مع الطبيعه وعلاقه مع الحيوانات والتسامح الكبير كانت قيم غائبة. ويعني يمكن نشرت 500 مقال من 2015 عن موضوعات مختلفة عن روحانيات. ووصفت الرواية بقى من أديب جزائري اسمه الأخضر بن زهرة، وبين دكتورة لمياء السداتي دي دكتوراه في علوم اللغة من جامعة مارسيليا في فرنسا، بأن هي رواية نورانية أو روحانية يعني. النبرة اللي فيها، وده برضو من الاجزاء اللي ممكن رحله نفسيه روحانيه يعني بالظبط. دي من الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده عند المصريين نتيجه ان هم اوائل ناس سالوا عن علاقتهم بالسماء وعن علاقه الانسان بالارض. كان الاول خلى المصري القديم الارض هو الاله بتاعه، وبعد كده الهواء، وبعد كده الماء، وبعد كده عمل حاجه اسمها التسوع، تسع آلهة وعين حاجة اسمها الثالوث، وبعد كده وصل للإله الواحد. فهو لف في الطبيعة، وكل ده موجود بشكل درامي بقى مش بشكل مباشر يعني في الرواية. والرواية فيها ان كل قصة مختلفة عن التانية يعني. في منها تفضلي انا مع حضرتك يعني، في قصة منها يعني أقرب لقصة بوليسية، وقصة تانية قصة فلسفية. ده مهم جدا عشان مسألة لو شباب بيقرأ، وده بالنسبة له مسألة الروحانيات دي مسألة صعبة عليه أو لا، معمولة بشكل مبسط في الرواية. ده مهم لأنه بالتأكيد أنا عامل رواية عايز الناس تقراها. صحيح. بفكر في مسألة المبيعات عاملة إزاي. صحيح. خصوصا مع التواجد الكبير للروايات التانية اللي ممكن تكون أبعادها أسهل من كده شوية على الناس. هو طبعا اللغة اللي تستخدمها والمقاربة اللي انت بتدخل فيها من الروحانيات
للروحانيات مهمة جدا، لأنه الروحانيات عموما في العالم مؤلفين زي إكهار تولي ورام داس متابعيها بالملايين. وأعتقد أن مجرد ما يعني القارئ المصري ما يستشعر أشياء ممكن يحبها في يعني يلاقي شيء ما غير بسيط وغير. أنت بتعمل طبعا الإطار ليه؟ أنت عامل الإطار تشويقي، إطار، لأنه أنا بالنسبة لي كتابة الرواية لازم يتوفر فيها أكتر من شرط يعني. أولا شرط المتعة، ثانيا شرط التجريب، عشان كده يروح بتخش في، ثالثا الكاتب النهاردة بقى باحث يعني في أي مجال لازم يقعد يدور. طبعا قريت كتير جدا عشان أقدر أخلي ناس تتكلم كانوا بيتكلموا إزاي وقت الفراعنة وإزاي وقت الرومان. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عن هنا، المرجعيات كانت إيه؟ طبعا عدد لا نهائي من الكتب متميزة للشخصية المصرية. صحيح، يعني في أسماء المدن يعني كونيوبوليس مثلا دي المنوفية مثلا، قرية كومبوها دي أحد، بس دي لغاية دلوقتي دي قرية في الصعيد مشهورة بالكتاكيت، وعلى فكرة لغاية دلوقتي وفي قرى في الصعيد يعني تربية الكتاكيت والبيض في الصعيد من قديم الأزل يعني بقاله 700 سنة مثلا. فأسماء طبعا أيضا الرواية بتتكلم على مناطق جغرافية مختلفة في مصر، يعني القصة بتاعة الفرعوني بتدور في منف اللي هي هنا في الجيزة، القصة بقصة زي ما قلت حضرتك في الدلتا، قصة المطربة المغنية بتدور في الصعيد بين الصعيد والقاهرة. ده طبعا كمان بيدي فرصة انك انت تتكلم عن الثقافة الجغرافية للمناطق دي. وفي قصة كاملة بتدور يمكن تلتينها في سيوة، كل مكان كل يعني هي عشان تعكس حياة المصريين او الشخصية المصرية، لازم الشخصية المصرية دي ممتدة من او في قصة مثلا بطلتها سيدة بتتابع رحلة مع الإسكندر الأكبر في رحلته في مصر. فالإسكندر الأكبر انا يعني تعبت قوي عشان ملوش فيش مصادر بتقول عمل ايه في مصر الا قليلا يعني. ف كل اهم حاجه ان الروايه تبقى كمان زي ما بيسموها دايجستبل، يعني يعني مهضومه يعني قابله انك تقراها، مش لما تيجي تتكلم عنها تحسها لا الحمد لله هي سلسه في القرايه، يعني تناسب العصر اللي احنا عايشينه. يعني اقدر اقرا ما احسش ان انا بسال حضرتك انا مش عارف فضل. بتكلم عن عصر سابق ما ينتميش لهذا العصر، ولا هي تناسب اي عصر؟ لا لا، انت بتتكلم بلغه النهارده وبحوار بين الشخصيات وصراع ودراما، بتبقى عايز تعرف ايه اللي هيحصل بكل يعني انت لما بتحكي عن فتره تاريخيه مش هتستخدم لغتهم زمان، لكن انت بتستخدم طبعا بتنقل واقع الحياه. مثلا كان في ظاهره اسمها اناخورسس مثلا في مصر الرومانيه، وايام الرومان من اقصى الفترات اللي عشت اللي قاس فيها المصريين يعني. ودي تعني ايه الظاهره دي؟ ظاهره الهروب من الارض مثلا، ومشروحه في الروايه من كتر قسوه الرومان في انهم فرضوا 100 ضريبه وكانوا بيذيقوا المصريين الأمرين، فانتشرت ظاهرة أن الفلاحين يسيبوا أرضهم ويهربوا ويقعدوا في حتة بعيدة. فأنت بتشرح الكلام ده عشان تنقل، وكمان بقى الاستراتيجوس واللي هو كان المحافظ وقتها الأبستراتيجوس، فكل بقى كل عصر له نفس الحكاية يعني. حضرتك تطرقت لشخصيات عده في هذه الروايه، الشيخ المسلوب، البابا كيرلس الرابع، وزي ما كنت بتتكلم كمان الاسكندر الاكبر. فمساله التاريخ ما هياش اسهل حاجه، ولابد فيها من الاستناد لعده مراجع. اكيد ده خد منك وقت كبير للتحضير للروايه. يمكن عشان كده بقى لي كام سنه ما اخرجتش. هنتكلم عن الاخراج، عايزين نعرف المشاريع الجديده ان شاء الله. التاريخ عبارة عن فخ لكنه بيت جحا وممتع في نفس الوقت. كل ما بتغوص فيه عايز تعرف أكتر، بس الحمد لله أنه فيه باللغة العربية مراجع لكل المراحل التاريخية اللي مرت على مصر بعدد ضخم جدا. يعني عندنا مؤرخين عظماء زي قاسم عبدو قاسم ودكتور عاصم الدسوقي
وطبعا احمد تيمور باشا واحمد فخري باشا يعني عالم الاثار المعروف، كلهم كتبوا عن كل مرحله ليها يعني ناس متخصصين فيها افنوا عمرهم في دراستها، فده اداني فرصه وتعدد المصادر. انا عشان يعني كمان بقرا باللغات فقدرت اقرا كمان وجهات نظر المستشرقين. وبمناسبه ان في قصه عن البابا كرولوس، او الشخصيات الرئيسيه كلها مؤلفه، لكن الشخصيات الثانويه شخصيات من التاريخ زي الاسكندر الاكبر او البابا كرولوس الرابع. بابا كرولوس الرابع بابا الاصلاح، ده مش شخصيه مهمه جدا في التاريخ المسيحي. عندي واحد صديقي في الاهرام قريت له برضو الروايه اسمه استاذ اشرف صادق، هو ماسك اخبار الكاتدرائيه في الاهرام كمان، فقريت له وهو صعيدي ما كنتش اعرف انه صعيدي، فقصه بدور في الصعيد جزء كبير منها، وقال لي انت ده انت مش مسيحي ولا صعيدي وكاتب اللغه اللي بين فاتبسطت جدا لما قلت له كده، دي اول امتحان نجحنا فيه. او يعني انت مش بس انت بتستنطق شخصيات كانت عايشه في عصور تانية، ولازم كمان تستنطقها وتخليها تتكلم بلغه مفهومه النهارده مش بلغه صعبه. ده يمكن بيعكس حقائق كانت غير مرئيه في هذه العصور. صحيح، وانه مصر فيها اسرار كتير جدا لغايه دلوقتي، وبيكتشفوا بس الاسرار العلميه او الاثريه، لكن مصر فيها اسرار روحانيه، اسرار ثقافيه، لان احنا ما تخيلناش ايه حياه الرسام مثلا اللي قعد يرسم على مقابر، كان يومه عامل ازاي، بياكل ايه وبيشرب ايه وايه الالوان ولا تخيلنا الشخصيه من شخصيات الروايه اللي هي مع البابا كرولوس مطربه حافظه ترانيم ضاعت خلال 2000 سنه، وجي البابا كرولوس في وقت ما قال لازم الشعب المسيحي يغني بترانيمه، فقعد كلف واحد، دي واقعه حقيقيه، اسمه تكلة، المعلم تكلة، انه يلف في مصر كلها يجمع التراث القبطي المفقود. يعني هو مزج ازاي بتمزج ما بين دي كلها عناصر في الهويه المصريه وعناصر في البحث عن شخصيه المصريين. عشان كده كمان الروح بتحل مره ست ومره راجل، لان الروح دايما اسمى من مساله النوع وبيخليك تسأل نفسك ايه الروح دي فعلا. وروح، ما هي دي الأسئلة الوجودية اللي كنت بتكلم مع حضرتك، هي أسئلة وجودية ممكن يبقى منها احنا اتخلقنا ليه ومسيرين ولا مخيرين، لكن الجزء الروحاني هو اللي فيه سمو وعلاقة بالحب الكامل لكل الدنيا ده، واللي انت محتاج توصل له عشان تستريح، لأنه لو ما وصلتش لهذا الحب المطلق هتفضل مؤرق طول الوقت. بس أنهي حب؟ وهل أنت تقدر تمارس الحب مثلا مع حد عمل مشكلة معاك، أو مع لو عييت ولا حاجة، أو تتعلم أن الحب ده له طاقة زي الطاقة، زي الطاقة الكهربائية، والحاجات دي اتقاست في العالم يعني. ويمكن ده اللي مؤخرا بقينا بنشوف يعني موضوع المديتيشن، وأنه الناس طبعا ده جزء كبير، ده اكتر بيساعد. صحيح، هو لازم يتمارس بشكل طقوسي زي المديتيشن وبشكل حر بينك وبين نفسك، عشان لما تختلي بنفسك وانت قاعد لوحدك او بالليل، او ما تقلبش على نفسك المواجع، تعرف تخلي تفكيرك في حاله عناق للكون وللدنيا. وهل المصري بقى عمل كده طول الحياه؟ اللي هو عانى من الرومان وعانى من حضارات مختلفة، العثمانيين في شخصية عايشة في وقت العثمانيين، احنا طبعا عانينا جدا 500 سنة بيحكمنا العثمانيين، وبرضو يعني تعبونا جدا. فالمصري ما عاش حياة سهلة في أجزاء كتيرة في تاريخه، ورغم كده حافظ على يعني روحه وكينونته، وحافظ على الفن اللي بيعمله. يعني في كل عصر كان في فنون رهيبة جدا، وفنون غير اللي احنا بنزورها في المتاحف، زي فكرة الترانيم المفقودة دي، عندنا سير، يعني سير كتيرة للأسف فقدت. كانت الإذاعة المصرية بتعمل قصص السير دي، سيف بن زيزان وغير السيرة الهلالية يعني.
وأيوب ونعسة وغيرها. إذن عندنا تراث، وبرضو دي ليها علاقة بإعادة الاكتشاف، زي ما أنا فجأة لقيت نفسي بكتب أدب. المصري طول عمره عنده مخزون، لو أنت عملت له يعني زي كده العفريت والمصباح هتلاقي بيطلع منه. عشان كده كان في شعراء شعبيين وتلقائيين وفي الأرياف والأقاليم وما تعلموش يمكن. فالفن وأنا بلعب يعني مؤخرا اكتشفت أنه بعد دراسة كتيرة للفن وسفر في العالم وفي جامعة جنوب كاليفورنيا في هوليوود، اكتشفت أنه أنك لازم توصل لمرحلة أنك أن الفن يبقى فيه درجة من درجات اللعب. وإن أنت تبقى عامل زي تحافظ على روح الطفل في ممارستك للفن. عشان كده أنا يمكن لقيت نفسي بكتب أدب وبرسم، رغم أن أنا ما كنت طفل ما كنتش برسم زي الأطفال، لكن في وقت ما لقيت عندي طاقة رسم رهيبة جدا. أنت مشترك دلوقتي في أحد المعارض للفن؟ صحيح، في معرض يعني لسه مفتتح من يومين اسمه هولي فيستيفال بأحد القاعات في الدقي، وده مشاركتي الخامسة في معرض فن تشكيلي برضو اللي ابتديته من سنتين ونص هو والرواية، ودي كانت أنشطة ما مارستهاش في حياتي قبل كده. فلأن قعدت طول عمري ما بين الإخراج السينمائي والنقد السينمائي والتدريس. بمناسبة الإخراج أخيرا الجديد في الإخراج السينمائي، والله أنا بعد ما كتبت كده سيناريو يعني وكان في حاجة منهم قريبة للتنفيذ، بقى عندي رغبة أن أنا أنقل الروحانيات دي لفيلم سينمائي. يعني إحنا زي ما بنقول محتاجين لتجديد الخطاب الروحي، لأنه لما بنصحي جوه الإنسان، فلسه في مشروع سيناريو بكتبه فيه جزء الروحاني ده، بس في مشروع مسلسل مع قناة عربية تاريخي يعني بس مش عصر تاني خالص غير الرواية. ولقيت القناة هي اللي يعني متحمسة جداً، وطبعا برضو التاريخ بياخد وقت، بس وصلنا يعني المعالجة راضية للطرفين يعني الحمد لله، ويمكن ده نقول سنة من الآن ويبتدي يتنفذ يعني. يعني إن شاء الله منتظرين، وبالتوفيق ومبروك رواية روح واحدة. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، المخرج والكاتب أحمد عاطف دورة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، نورتنا النهاردة في التاسعة. شكر جدا. نروح دلوقتي مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل استنونا هنرجع ومعنا واحدة من ألذ الفنانات المصريات، خليكم مستنيين. إزاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته 54 بأرض المعارض بالتجمع الخامس. تم تخصيص 7 خطوط أتوبيسات لنقل رواد المعرض. الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض، ثم رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الثاني من دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط الثالث من النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الرابع من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفارات، ثم معرض الكتاب. الخط الخامس من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط السادس من صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط السابع من سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، ثم محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس. مترو الأنفاق، التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق أو محطة مترو كوبري القبة، واستقلال الأتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب. خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة 6 جنيهات، ومن موقف تشكى بحلوان بتعريفة 8 جنيهات. بالسيارة قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس.
الفنانة صفاء جلال واحدة من الفنانات المصريات اللي شبه كل الستات المصرية اللي زي القمر، حاجة كده يعني في منتهى اللذاذة واللطافة، وطول الوقت أدوارها في السينما والمسرح والتلفزيون بتعبر عن الست المصرية بشكل كبير، وحقيقة إنه أدائها كان استثنائي في معظم أعمالها. إحنا بنتكلم على تقريباً 120 فيلم يعني ومسلسل وأعمال درامية ليها. النهاردة يعني سعداء إنها تكون في ضيافة التاسعة. أهلاً بيكي، نورانا في التاسعة. ربنا يخليك يا رب، ميرسي على المقدمة الجميلة دي. دي حاجة حقيقية جداً، من أكتر الحاجات اللي دايماً الناس أكيد بيوصل لك ده، بتتكلم عنها إنه أدوارك شبهنا، شبه الستات المصريات، ما بحسش إن أنت بعيدة عن ده. الستات المصريات كمان عندنا خفة دم كده دايماً موجودة في أدوارك. الأول مبروك مسلسل جروب العيلة. الله يبارك فيكي. ونجاح كبير، والمسلسلات اللي بتتكلم عن الأسرة المصرية مؤخراً بقينا بنسعد بيها، إنه نعرف نتلم ونقعد نتفرج على مسلسل زي مسلسلات زمان بقت حاجة مهمة. والمشاركة مع الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وحنان سليمان، متهيألي ده يعني جروب قريب قوي لقلبك بعد ضوء الشارع. يعني ده من الحاجات الأساسية. أستاذة منال السيفي لما رشحتني إن أنا أعمل الدور فرحت بالتركيبة، الـ الناس كلها حلوة قوي، الورق حلو قوي، مكتوب حلو جدا. إن أنا أرجع أشتغل تاني مع الأستاذة سميحة أيوب وحنان سليمان ده كان لقاء جميل جدا جدا، ممتع جدا، لأن أنا استمتعت وأنا صغيرة معاهم في ضوء الشارد، كلنا استمتعنا أكتر كمان في جروب العيلة. احكي لي بقى عن كواليس جروب العيلة. من أحلى الكواليس اللي اشتغلتها في حياتي، لدرجة المسلسل اللي احنا عملناه في حاجة وعشرين يوم زعلانين إن احنا خلصنا، يعني مش عايزين نمشي، يعني بنروح بنتبسط، بنقعد نهزر ونضحك ونتكلم ونستفيد من خبرات الأستاذة العظيمة سميحة أيوب. الشباب الصغير كمان كانوا جمال جدا، الممثلين زمايلي أحمد سعيد عبد الغني، حسام فارس، رشا مهدي، إسلام جمال، الممثلين الصغيرين كمان كانوا يجننوا بصراحة، يعني كلهم كانوا حلوين قوي قوي، وكنت حاسة أن أنا مش بمثل، أنا ماما شادية يعني. شخصية شادية بقى في المسلسل وقد إيه كانت زوجة غيورة جدا غلبانة جدا والله، عبيطة جدا. هي زي ست مصرية، هي حست انها كبرت ومش مهتمة بنفسها، والعيال سحلوها وهي عاملة فيها مستر كولومبو كده وبتفتش وراهم وتدور وراهم، وجوزها بقى ايه في واحدة بتلعبه يعني، فطبعا كانت لازم تاكلها بسنانها يعني عادي. وانت في الحقيقة كده انت تتعاملي كده مع الولاد، بتفتشي وراهم مع البنات؟ لا ما بفتش وراهم، بس برضو بتابع يعني، فاهمة؟ بتابع هما بيعملوا ايه، بيتفرجوا على ايه، بنتكلم في ايه، احنا صحاب، نعرف في كل حاجة قبل ما نعملها، في حاجات في حاجات لا، شويه شاديه يعني. طيب ده شيء مطمئن جدا، الله يعينهم. طيب المسلسل بيتكلم على السوشيال ميديا وتاثيرها في حياتنا، وازاي ده اثر علينا كعائلات، وما بقيناش نقعد مع بعض، ما بقاش عندنا الوقت اروح اشوف خالي وعمتي وخالتي زي زمان، زي ما كنا بنحصل وبنتجمع. انت شايفه ايه من وجهه نظرك كصفاء جلال؟ السوشيال ميديا مأثره علينا جداً بالشكل ده؟ مأثره بشكل سلبي بشع، يعني بتخليكي ليه نروح طالما هنتكلم في التليفون او نعمل فيديو كول او نعمل اي حاجه؟ لا انا بحاول مع البنات ان هم لا، في وقت هنروح نتجمع، العيله هتتجمع، في وقت هنروح نزور تيتا او نزور جده او نزور خاله او نزور عمته، لازم نعمل كده عشان يبقى فيه لسه علاقات انسانيه بيننا وببعض. يعني في ناس لطيفه قوي بعد ما عرضنا مسلسل جروب العيله اتكلموا ان هم عملوا جروب للعيله بتاعتهم على الواتساب، على الواتساب وبداوا يرجعوا تاني. عندك جروب للعيله؟ طب انت على الواتساب عامله جروب؟ في كذا جروب، في عائلات كتيره صح. في جروب العيله دي والعيله دي وجروب المدرسه وجروب الفصل، يعني احنا عندنا شويه جروبات لطيفه قوي ومتابعه، بتحاولي تتابعي كل حاجه؟ لازم. طيب احنا كنا بنعرض صوره من كواليس المسلسل طبعا مع طبعا الفنانه القديره سميحه ايوب وكل الطاقم الفني المشارك في المسلسل. عايز اعرف يعني كنت بتتكلمي معايا انه دي المشاركه يمكن الثالثه امام الفنانه سميحه ايوب، ده بيضيف لك ايه؟ وكل مره يعني يمكن احنا بنتكلم ضوء شارد من 98، الفرق النهارده وانت واقفه قدامها ايه؟ لا هي زي ما هي ما شاء الله عليها، الله اكبر، يعني نفس الحفظ ونفس الالتزام ونفس الاحترام، ما ينفعش تخشي بقى انت بقى مش حافظه او تخشي انت متاخره عليها عشان عيب، يعني مش ما ينفعش ان انت تبقي بتمثلي قدام فنانه قديره وتبقي انت اضعف من انك تقفي قدامها، يعني لازم على الاقل كده كده انت ضعيفه قدامها لان هي قويه جدا، بس في نفس الوقت تبقي جاهزه ومحضره وملتزمه عشان هي ايه مش عايزين نتعبها. بس غير كده هي بتعمل جو وبهجه فظيعه، تقعد تهزر وتضحك وتحكي على حاجات، فكنا بنستمتع جدا بالكواليس. طيب قبل على طول جروب العيله كان في كلام عن الاعتزال انا ما اعرفش مين يطلع هذه الاشاعه اللطيفه.
انا بيسالوني انت فين، تقول يا جماعه انا موجوده. لما بيجي لي عمل كويس بنزل اعمله وارجع البيت. يعني انا مش قويه في العلاقات الاجتماعيه والتواجد في كل الاحتفالات وكل المناسبات، لا لما بتكون مناسبه لطيفه بروح، لو المناسبه مش حاسه انها تضيف لي حاجه بفضل اقعد في البيت. انما كلنا بنمر بفترات اكتئاب وفترات ان بعد نجاح عمل يكسر الدنيا فتقعدي سنه سنتين في البيت مش بمزاجك. بس انا شخصيا عمري ما يعني ما مفكرت ان انا اعتزل، انا بحب التمثيل. اما مستنيه حاجه كويسه اعملها، لو ما جاتش الحاجه الكويسه يبقى انا قاعده في البيت. وايه فترات الاكتئاب دي اتعاملتي معاها ازاي؟ وانا يمكن قريت يعني كان في حديث بينك وبين الزعيم عادل امام وهو بيقول قال لي الضحك هو علاج الاكتئاب، اوعي تكتئبي، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل ان الانسان يكتئب عشانها. بس برضو احنا بني ادمين كلنا بيجي لنا لحظات ضعف انساني كده، بس الحمد لله بتعدي بسرعه. وعديتيها ازاي الفتره دي؟ لا بتعامل بقى، ببقى مع البنات، بننزل نخرج نتفسح، بنروح نتفرج على مسرح، نعمل اي حاجه لذيذه تخرج المود، وبعدين كده الدنيا بتمشي عادي. يعني البنات عندهم ميول فنيه؟ لا، هي سلمى بتدرس اخراج في معهد رسوم متحركه، مع سينما رسوم متحركه، وكارما لسه اولى ثانويه. وانت مع انه حد فيهم يشتغل في الفن ولا لا؟ يعني ما بتمنيش يعني سلمى شايفاها شغلانه متعبه يعني على انها قوي نفسيا وجسمانيا وذهنيا، وبتضيع منك حاجات كتير قوي وبتتعبك كتير قوي، وهي ماشيه ببركه ربنا يعني، فاهمه؟ فانا عايزاهم يشتغلوا حاجات لطيفه يتبسطوا بيها. سلمى بس اكتر هتبقى افلام يعني دوكيومنتري او شورت موفيز، او يعني هي ليها دماغ في السينما كده معينه، مش عايزه تمثل ولا عايزه تبقى يعني في الاخراج والتمثيل. طب والصغيره مش ما عندهاش مواهب؟ هي نفسها طبعا يعني عندها مواهب كتير جدا، تيك توك طول النهار يعني. بس طب ولو هي عندها مواهب، احنا لسه كنا بنتكلم بقى على شخصيه شاديه في جروب العيله وازاي. مش دلوقتي يعني، مش قبل ما يعني على اولى جامعه كده ممكن تفكر تعمل حاجه زي كده او ما تعملش، بس مش دلوقتي، مش شويه صغيره. انت عندك تخوف مثلا من ان هم يقولوا ابناء مثلا الفنانه؟ لا ما هو قالوها مره. انا مين قال لك ان انا ما سمعتهاش؟ هي سلمى طلعت معايا مره في مسلسل سبع جار، كانت عامله دور لطيف صغير جدا، وكانت هي يعني ما كانتش عايزه تمثل. المخرجه شافتها ايتن قالت لها مش تحبي تمثلي، قالت لها جرب. جربت ما عجبهاش، اتشتمنا ان هي جامد جدا يعني بابناء العاملين، وان هي ما بتعرفش تمثل ومش عارفه. فقالت لي بصي انا ماليش في الليله دي، انا ورا الكاميرا احسن لي من قدام الكاميرا. الناس اللي بتشتم على السوشيال ميديا دي بتتعاملي معاها ازاي؟ والله وده موجود طول الوقت. طول الوقت وفي نفس الوقت الممثل ما يقدرش يمشي في الشارع، لان هو طول الوقت الناس من محبه الناس ليه هتوقفه وتبقى عايز تتصور معاه. الكلام ده بتشوفيه ازاي؟ الكلام وعكسه. بصي هو السوشيال ميديا جرأت ناس كده على خلت ألبوم جامد. أنا قاعد قدامي موبايل أو قدامي لابتوب ولا واتيفر أنا بستخدم إيه، ومش بحب صفاء، فأقعد أشتم في صفاء. فخلاص بتردي؟ ما بردش بصراحة. الناس بترد عليهم يعني، الحمد لله الجمهور بيرد عليهم. طب لأن بتتأثري؟ يعني الكلام ده بيأثر طبعًا فيكي؟ بتضايق طبعا، لأن احنا أولا احنا بني آدمين، احنا ستات متجوزين وعندنا أولاد وعندنا جوازاتنا، وبلادنا بيزعلوا عشاننا لما يقروا الكلام ده، وكمان أهالينا مامتنا وبابانا وكل يعني بيزعلوا يعني. أي حد بيقرأ حاجة دمها تقيل عنك بيتضايق. فيعني انت لو ما بتحبنيش مفيش داعي يعني ان انت تشتمني يعني، خلاص عدي البوست، مش هيقولوا الوحش اللي عدى البوست من غير ما يشتم يعني. فدي نقطة مهمة جدا، بتمنى ربنا يسهل ان شاء الله والناس تتعلم احترام الاخر. واحنا بنقول انك شبه كل الستات المصريات، بتهتمي ازاي بنفسك وانت طول الوقت محتاجة انك تحافظي على وزنك وتحافظي على شكلك؟ لا متبهدلة يا بنتي والله. لا هو الموضوع صعب، كمان بعد ما بتعدي سن الـ40 بيبقى الميتابوليزم ايج يعني الحرق عندك ضايع يعني، فاهمه؟ فشويه تعملي دايت شويه ترجعي تاكلي تاني، والاكل جميل ويعني بتحاولي طول الوقت في صراع طول الوقت. طبعا. طيب يعني يمكن ناس كتير ما بتتكلمش عن عمليات التجميل، لكن انت قلتي في عديد من البرامج ان انا ما عنديش مشكله ان لو في حاجه محتاجه ان انا اعمل عمليه تجميل اعمل عمليه. بعمل حاجات بسيطه بس مش بغير شكلي. يعني بعمل الحاجات المهمه جدا انها تتعمل، يعني سواء كبسوله المعده او شد البطن او الحاجات اللي هي بتخليكي نفسيا مرتاحه، شويه بوتوكس صغير، شويه فيلر صغننين، بس انا شكلي كده ما اتغيرش من
20 سنه. اه احنا لسه كنا بنشوف شوفي بس كنت صغنونه المسلسلات والمسيره الكبيره دي. ربنا يتكلم على 120 فيلم او مسلسل ما شاء الله الحمد يعني لله. اللهم الله اكبر يعني ربنا يزيد. الحمد لله. انت شايفه ايه الادوار اللي لسه ما عملتهاش ونفسك تعمليها؟ لا كتير كتير. انا اي دور هيبقى دور مؤثر والناس هتتبسط لما تشوفني بعمله وتحترمني، ودي نقطه مهمه جدا لان بحب قوي الجمله دي لما بيقولوا احنا بنحبك وبنحترمك. فلسه كتير قوي، فانا ان شاء الله مستنيه الفرص الحلوه تيجي واعمل لك ادوار حلوه. اكتر حاجه بتدوري عليها ايه يعني؟ اكتر ورق بيبقى نفسك فيه، هل بتبقي حاسه مثلا انه في مواضيع معينه شغله الناس مثلا فبتدوري على ورق شبه هو الشخصيه نفسها؟ يعني حتى لو هي شخصيه شريره بس دورها مؤثر في العمل فتلاقيني مستمتعه جدا وانا بعملها، حتى لو مشهد اعمله وانا مبسوطه. ما بيهمنيش الكم قد ما بيهمني كيف انا هقدم ايه. هل العمل ده لو شلتي الشخصيه دي مش مهم صفاء ولا غيرها، هل العمل هيمشي عادي وتمر مرور الكرام ولا هيأثر على المشاهدين ويحبوا يتفرجوا عليه؟ ده اللي يهمني جدا. كان ليكي تصريحات خاصه بانه عايز تعملي شخصيه الفنانه سناء جميل في مسلسل. انا بعشقها. اشمعنى الفنانه سناء؟ لا لا لا، ست عظيمه، انا اشتغلت معاها وانا صغيره، ست عظيمة بتتحول كده فاهمة؟ يعني واحنا قاعدين بتبقى بتكلم عادي، أول ما بتمسك الشخصية بتبقى إنسان تاني خالص. الجيل الذهبي ده يعني مش هتعوض، لأن أنا الحمد لله الحمد لله كنت محظوظة الصراحة في التعامل مع كتير جداً منهم يعني. أنا اشتغلت مع الأستاذ فؤاد المهندس، اشتغلت مع الأستاذ كمال الشناوي، اشتغلت مع الفنانة مديحة يسري، اشتغلت مع الفنانة سميحة أيوب، يعني كل العظماء اشتغلت معاهم واستمتعت بالشغل معاهم، وقد ايه هم كانوا قمه في التواضع والبساطه والشياكه وكانوا ملتزمين زياده عن اللزوم ومحبين لشغلهم زياده عن اللزوم. فانا بتمنى بس ان انا احقق ربع اللي هم حققوه في السيره الطيبه بعد ما امشي من الشغلانه. تفتكري كلام معين ليهم اثناء الكواليس؟ لا لا، يعني مش تكلمي عن الاستاذ فؤاد المهندس. استاذ فؤاد المهندس كان متعه وانت بتشتغلي معاه، انه بيحكي عن شويكار حب عمره. يعني انا اشتغلت معاه ثلاثة، عمو فؤاد كنت لسه صغننه كده، فكان دايما في الكواليس يقعد مفيش كلام غير عن المسرحيات اللي عملها مع شويكار وعلى قد ايه هو بيحبها وشايفها اجمل نساء الكون، فده كان حاجه عظيمه جدا يعني. بس كمال الشناوي كان هادي جدا وبسيط جدا وخجول جدا ومتواضع جدا، كان يخش الاستوديو يخش اوضته يجهز ويجهز نفسه ويقرا ويخش على الاستوديو على طول يشتغل، يسلم علينا سلام لطيف كده والجو يبقى هادي، ما فيهوش كهرباء، ما فيهوش توتر، ما فيهوش بليانه والنجوميه ملهاش لازمه. لا، في بساطه وشياكه كده كانت ممتعه جدا. شبهك البساطه دي، ويمكن دي اكتر حاجه الناس بتبقى بتتكلم عنها وبتتكلم عن صفاء جلال. بتتكلمي عن عمو فؤاد، متشوقه الحقيقه ان انا اسمع طبعًا تفاصيل طبعًا كتير. الكواليس اللي كانت حاصله في عمو فؤاد. كانت حلوه قوي 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 قوي، ولك طول الوقت هو بيتكلم يعني ايام المسرح وما كانوا بيعملوا سيدتي الجميله، كانوا بيعملين ايه لما كانوا بيعملوا مسرحيه انا وانت وهي، كل حاجه كان بيتكلم. التجارب المبكره دي امام نجوم كبار وعظام زي دول فادتك ازاي بعد كده؟ لا، اتعلمت ان دي النجوميه. النجوميه مش ان انت تتبليني ولا يبقى معاكي جيش بيهش من الناس من حواليكي، النجوميه في البساطه وفي التركيز وفي الاحترام وفي الالتزام. فبحب دايما ان انا اخش العمل ادخل بشكل لطيف واخرج بشكل لطيف، ما بحبش اعمل مشاكل. مين فيهم يا رب دايما، مين فيهم كان قدوه ليكي طول طريقك يعني عينك كانت على مين؟ بصي، لا انا مش يعني انا من الناس اللي بحب سوري البابلي جدا جدا وعاشقه طبعا لسناء جميل، وبشوفهم يعني اكتر فنانه كنت يعني كان نفسي اشوفها واشتغل معاها كانت فنانه شاديه. لان الفنانه شاديه كانت قدمت كل حاجه من البنوته الدلوعه للست قويه للشخصيه اللي عامله ازاي، ونهايه حياتها بشكل جميل جدا ربنا يكتبها لنا باذن الله. طيب ده كده كلام يعني ليه علاقه بالاعتزال والحجاب، ويمكن ده كلام طلع عليكي في فتره. على فكره هو فرض يعني. انا لو هتحجب النهارده او هتحجب بكره دي قناعاتي وده فرض ربنا، او ان انا هلتزم واقرب لربنا اكتر. حتى اخر مره بيقولوا لي نفسي اطلع الحج وبعد كده اتحجب، ممكن امثل وانا محجبه لان في فنانات عظماء بيمثلوا وهم محجبات، فنانه عفاف شعيب، فنانه منى عبد الغني، من الفنانات المحترمين جدا اللي بيقدموا ادوار محترمه بشكل جيد. واعتقد ان هو القرار بيكون يعني في لحظه يعني طبعًا. ممكن تكوني بتمثلي بتاخدي هذا القرار طبعا يعني. طيب
بتشوفي انه الدراما اديتك حقك اكتر من السينما، خصوصا ان جيلكم شويه اتظلم في السينما؟ انا السينما لا، السينما مش محظوظه، والمسرح ما بيتصورش زي زمان، يعني سواء مسرح الدوله او مسرح اللي انا اشتغلته قطاع خاص، يمكن اكتر اشتغلت مسرح قطاع خاص وما بيتصورش وما بيتعرضش زي زمان. كان في نادي المسرح وحاجات كده بتتذاع. الفيديو بقى هو او الدراما التلفزيونيه هي اكتر حاجه بقدر اخد فيها ادوار مساحتها كويسه واعمل فيها ادوار مختلفه. ونتكلم على جروب العيلة على وجه التحديد، ردود فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع أكيد بتلاحظيها لما تكون الأعمال شبهنا، ولما تكون الأعمال بتمس الواقع اللي احنا عايشينه، يعني مسألة زي اللي كنتوا بتكلموا فيها والسوشيال ميديا وقد ايه مؤثر على حياتنا، ده شفتيه ازاي؟ لا بصي، يعني هو بداية من سبع جار الحالة دي أنا كنت بعيد عن السوشيال. سبع جار كان عظيم برضه. أنا كنت بعيد عن السوشيال ميديا خالص، أنا كان عندي 2000 فولور كنت شايفاهم كتار، إيه ده أنا عندي 2000؟ اكتشفت إن أنا هبل، يعني إن هم يعني أول ما اتعرضت سبع جار بقيت 17,000 في أسبوع. وبدأت الناس في الشارع بتناديني كريمة، فاتخضيت إن دور واصل قوي مؤثر. إحنا كنا بنستنى التلفزيون يعرض المسلسل في رمضان وبعدين يتشاف أو ما يتشافش والصحف تكتب، لا دلوقتي انتشار السوشيال ميديا خلى الموضوع سريع، يعني فاهمة؟ وفي جروب العيلة حتى برضو الناس اللي ما بتبقاش متابعة المسلسل نفسه، لو حصل وأغنية المسلسل حتى اتذاعت وتعرضت بمشاهد من المسلسل، ده بيخلي الناس تروح تدور على المسلسل وتشوف. عايز أقولك إن مسلسل سابع جار يعني زيادة شهرته أو إن هو الناس تتفرج عليه، الفيديو بتاع الله يرحمها الجميلة العظيمة دلال عبد العزيز ألف رحمة تنزل عليها، ست جميلة وممثلة قديرة وإنسانة محترمة جدا. كل واحد فينا هو بيشوف سبع جار كان بيشوف فيها المشهد بتاع يعني الرأس ده، مش عايزة أقولك جاب كمية مشاهدات مرعبة، فبدأت الناس توقفنا في الشارع، إحنا كنا بنصور وأنا والمخرجات بقول لهم إحنا مكسرين الدنيا إزاي كده، فما كناش متوقعين النجاح ده. ففي حاجات السوشيال ميديا بتنجحها جدا وفي حاجات السوشيال ميديا بتظلمها برضو. بس وكريمة كانت من الناس اللي الناس حبتها، يعني كانوا بيقولوا لي كريمة في الشارع، ودلوقتي شادية شوية بس شادية مش قد قوة كريمة. كريمة شايفة انه سبع جار هو اللي فتح الباب للمسلسلات الخاصة بالأسرة المصرية دي. بصي هو الاتجاه دلوقتي اعتقد ان احنا نعمل مسلسلات مفيهاش عنف، مفيهاش مخدرات، مفيهاش الناس مش قادرة تستحمل اكشن كتير، مش قادرة تخش في الصراعات، واللي عايز كده برضو موجود، يعني في المنصات الجديدة بقت بتقدم نوعية من مسلسلات مختلفة عن مسلسلات التلفزيون. نوعية ما ينفعش تنزل تلفزيون، انت بالريموت بتفتحي قناتك اللي انت مشتركة فيها بتفرجي على حاجات مختلفة. انما التلفزيون والقنوات الرسمية لا، محتاجين الحاجات العائلي اكتر، يعني الحاجات اللي بتناقش القضايا اللي تهمنا، بترجع جو العيلة وجو الجيران واخلاقنا بتاعت زمان اللي احنا تربينا عليها. طيب عايزه ارجع لانسانيات الفنانه الكبيره دلال عبد العزيز وسابع جار الله يرحمه ويحسن اليها، والحقيقه انه حبها في قلوبنا بمختلف الاجيال الحب كبير جدا جدا طبعاً. والحديث عن انسانيتها كبير كمان جدا. علاقتك كانت عامله بيها ازاي؟ لا هي علاقه محترمه جدا وعلاقه جميله جدا، وهي بتحترم من اصغر واحد لاكبر واحد، بتعامل كل الناس نفس المعامله بنفس الشياكه بنفس الضحكه الحلوه اللي مخلياكي وانت في اللوكيشن بتبقي مرتاحه. محدش موترك، محدش داخل وعامل جو توتر. في ناس كده في ممثلين اول ما يخش اللوكيشن يتوتر اللوكيشن ويتكهرب زي ما بيقولوا، فهي لا هي كانت مصدر بهجه ومصدر راحه نفسيه كبيره جدا لينا كلنا في سبع جار. طيب عايزه كمان برضو اتكلم معاكي على شاديه في جروب العيله ومساله ان هي شخصيه غيوره وبتفتش ورا البنات، انت شايفه ان الامهات دلوقتي مضطره تعمل ده ولا الامهات يعملوا ايه يعني؟ احنا نتابع، لان انت مهما مراقبه دي كلمه كبيره جدا وكلمه تأثيرها على الولاد بتبقى مش حلوة، وحتى على أثر التأثير على الأم نفسها. أنت طول الوقت قاعدة موترة نفسك، يعني أنا لما بلاقي صورة مثلا مش عجباني، كارما ما ينفعش الصورة دي تنزل، ممكن نشيلها، كارما نعمل كذا، سلمى إيه رأيك نعمل كذا، يعني أنا بتشاور معاهم أكتر في كل الحاجات، يعني بناخد رأي بعض، بنشوف لو في حاجة عايزين نعملها بنبقى مع بعض. كل ما بتقربي اكتر، لان انت الدايره اللي حواليهم كبيره جدا ومخيفه جدا وتاثيرك فيها صغير ولا حاجه. لو انت ما بقيتيش حاطه ايدك طول الوقت عليهم وحاطه ايدك على المشاكل دي بتحصل مشاكل كبيره جدا. فاحنا بنحاول نقلل اكتر خسائر، يعني اقل نطلع من الموضوع باقل خسائر.
يعني هو دايما سؤال بيتسأل للستات كده، وخصوصا الستات اللي بتشتغل في حاجات ما هيش سهله زي التمثيل، ازاي بتوازني ما بين الاسره والحياه الاسريه وانك تكوني ناجحه اسريا وما بين شغلك؟ والله والحمد لله، يعني انا الشغل مش كتير قوي لدرجه ان انا اتغيب عن البيت بالشهور. يعني يمكن زمان وانا صغيره كان ممكن اشتغل مسلسلين ثلاثه مع بعض في نفس الوقت، الصبح وبالليل هنا، ونوضب الاوردرات وتجري بالعربيه وتروحي حته وتعملي حته. دلوقتي لا، دلوقتي بيجي عمل واحد بركز فيه، ولو جه حاجه تانية اقول لهم يا جماعه انا هننسق مع بعض بحيث ان انا هخلص اريح. او مثلا انا بصور والمفروض ان دخول المدارس، لا انا معلش اول يوم مدرسه لازم اودي انا كارما المدرسه، في حاجات كده لازم تتعمل انا اللي لازم اعملها. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اواظب بين يعني اعمل بالانس بين الاثنين. يعني لو جالك عمل وانت كنت مشغوله اسريا، حصل وجالك حاجه مثلا؟ لا بعتذر. وما عملتيهاش؟ اه بعتذر. وما بتحسيش انه كده انت زعلانه او حياتك الاسريه مأثر على الشغل؟ هم اهم. الحقيقه انه الاولويه لمساله الاسره ده شيء مهم جدا جدا، واكيد البنات بيحسوا بالفرق. اه لا ما الحمد لله. وتشجيعهم ليكي عامل ازاي؟ عملوا معاكي ايه بعد جروب يعني العيله؟ يعني لا مثلا كرمه وهي بتتفرج معايا على جروب العيله، مامي انت مامي قوي، انت لما بعمل حاجه مع البنات يعني صفاء جلال بجد شادي دي مامي. اه تصرفات مامي وردود، يعني معظم الردود شبه ردودي انا صفاء يعني. ف اما انت لما قريتي الورق حسيتي كده؟ حسيتي ان شخصيه شبهنا كلنا. احنا عندنا جروب المدرسه، ففي جروب المدرسه في كل جروب هتلاقي واحده شاديه. شاديه دي اللي عايزه اولادها نمره واحد واشطر ناس في الدنيا، وهم اللي يبقوا شاطرين وهم اللي يجيبوا درجات ويبقوا ابطال العالم في كل حاجه. فدي شبه شخصيه كتير جدا، وفيها شويه مني يعني، شبه ناس اعرفهم في الجروب المدرسه، وشبه يعني حد معين، وانا كمان اضفت حته من صفاء على الشخصيه. وفي خبره حياتيه واضح في جروب المدرسه طلعت طبعا شخصيه شاديه كل يوم جروب العيله رساله. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا واسعدتينا النهارده في التتاعة، يعني واحد من ألذ اللقاءات الحقيقه، وانا سعيده بيه جدا، سعيده بوجودك معانا. ان شاء الله يعني تستمر في اعمالك الفنيه اللي بتبهجنا وبتضيف كتير لينا كاسره مصريه. شكرا جزيلا للفنانه صفاء جلال، نورتينا النهارده في التتاعة. ربنا يخليك. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، دايما نشوفكم على ألف خير.